بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أوضح لكم الأفعال المساعدة اللي هي الركن الثاني، هنقول باللغة بجملة اللغة الإنجليزية. أما قبل فيما سبق وضحت إنه الركن الرئيسي، الشيء الرئيسي فهم جملة اللغة الإنجليزية هو الفاعل وما ينوب عنه. أوكي، وضحت التقسيم اللي عندي. طبعا ذاك التقسيم الطلاب اللي يدرسهم يعرفوه، تقسيم شهير عندي مع تقسيم الفاعل، انه يتقسم المفرد وجمع والاز والهي والشي والات والذي والوي اي والى اخره. فضروري جدا حتى تفتهم هذا التقسيم، اوكي ارجع لي على ذاك الفيديو شوفه حتى تفتهم التقسيم، حتى لو ترجع بس للصورة تشوف الصورة المنشورة وتقرأ الصورة وتترك الفيديو، المهم تفتهم حتى تفتهم تفتهم هذا، لأن هي شلون الحلقة يعني. أنا بنفتهم الفاعل، إنه بفتهم ما بعد الفاعل شنو. أوكي، فبشكل عام الأفعال المساعدة اللي يسموها auxiliary verbs أو helping verbs لها اسمين، فركز وياي. قبل لا أدخل لك إنه الأفعال المساعدة شنو، راح أقول لك بعض استخداماتها وأنت على هذا ابني، وبالتالي راح أقول لك وراها هن شن هن وشن الأزمنة وشن تأثيرهن بالزمن وشن تفاصيلهن. فكون مستعد، ويا ريت إنه أنت هذا المخطط اللي هسه أني كاتبه، هذا هسه اللي قدامك، أنت شنو اللي تسوي إنه تنقله بدفترك. هذا الفيديو ثق للابتدائية شغال 100% قسم من عنده، للمدارس بكل المراحل، من المدارس هو قلت لك ابتدائية اللي هو هنقول ما أقول أول ابتدائي، أقول من ثالث ابتدائي إلى أن السادس إعدادي، وأيضا الجامعة بكالوريوس يحتاجون هذا المخطط. ثق ما تلقى مخطط مرتب بهذه الطريقة أكثر من كتاب قواعد كمرجع راجعت، ما لقيت مخطط بهذه الطريقة. يشارحين الماضي البسيط واحد، مضارع بسيط واحد، مودل اكزيلريز واحد، سيمي مودل اكزيلريز واحد والى اخره، بس جمعه بصورة واحدة وبهذه التفصيل انا حقيقة حسب بحثي المتواضع لم اجد. فركزوا وياي حتى اقدر افيدكم جهد الامكان. هنا الابدي منها، شوف ركز وياي. هنا شوف الافعال المساعده، بعض استخدامات الافعال المساعده، فانت هنا تشوف الافعال المساعده وتشوف استخداماتها. فهنا نشوف هاي الاستخدامات مالتها. اول شغله هاي وحده اللي هي اولا الاكزيلري فيربس اللي از ا فيرب، هو فيرب از ا فيرب ذات هيلب انذر فيرب تو اكسبريس اتس تنس، اذا هو فعل يساعد فعل آخر اللي هو المين فيرب، الفعل الرئيسي الموجود بالجملة. حتى شنو؟ حتى يشرح يوضح تنس الزمن، الأزمنة، تمام، مش كل الأزمنة يوضحها الفعل المساعد، كل الأزمنة باللغة الإنجليزية. بدون فعل مساعد ما تقدر تعرف هاي الجملة مضارع ماضي، مضارع بسيط، ماضي بسيط، مستقبل وإلى آخره. أيضا المود مالت الجملة ما تقدر تعرفه، فالمساعد يقول لك هو يأثر على الوراء. وأيضا الفويس مالت الجملة أيضا ما راح تعرفه. فراح أشرح عن التنس، تأثير على التنس، ولربما المود والفويس أتركن في يعني وقت لاحق إن شاء الله. فالتأثير وين يكون؟ على التنس. بقول هاي الجملة She is running، هي تركض، تركض هسه لو قبل سنة، لو بعدها راح تركض ما ندري. فعل مساعد هو قل لنا the auxiliary the، تمام، the auxiliary لأننا وراء عله، the auxiliary verb is، الauxiliary verb شنو هو؟ is helps to show that the action of running is happening in the present، جاي يصير هسه، جاي يصير الركض هسه، عملية الركض هسه جاي يصير. من اللي قال لي بيها هسه؟ اللي قال لي بيها is، واللي وراء أثر على الوراء ضاف الـ ing حتى يسوي أكو استمرارية، أكو ديناميكية، تمام. هذا أولا. اثنين الـ auxiliary verb do not have any meaning، ما إلها معنى. يعني أنا إذا أطلع أجيب الفعل المساعد مثلا is أريد أشوف معنى إلا، ما إلا معنى، إلا معنى دقيق كمفرد،
بس من يتدخل داخل الجملة، داخل السؤال، داخل الجملة اللغة الإنجليزية، لا يكون إلى معنى أو يأثر على الوراء، وراح يبين معنى الوراء أوضح يكون. ففيش معنى، فوحدش بي أنا ما استفاد من عنده وحده، ولا يكون معنى واضح. لربما أكو بعضهن إلهن معنى، ولكن المعنى مو دقيق ولا صحيح. اللي تتدخل بالجملة، وراح شوف التأثير اللي يصير على ذن الثلاثة اللي قلنا بيهن، اللي هو التنس والمود والفويس. بعد شغلة هنا ركز وياي، رقم ثلاثة. رقم ثلاثة مهمة لأن إلها علاقة بمن؟ بالاسم. هنا شو اسمهن؟ auxiliary verb، أفعال مساعدة، وأيضا حتى بالإنجليزي helping verbs، أفعال مساعدة. يساعدن بشنو؟ هنا من اسمهن أفعال مساعدة، يساعدن بالنفي، يساعدن بالسؤال، يساعدن بالتأكيد، يساعدن على معرفة زمن الجملة، يساعدن ويأثرن على الزمن، على الفعل اللي بعدهن بشكل عام، يساعدن لمعرفة المود، يساعدن لمعرفة الفويس، يساعد كل معنى المساعدة منحصرة هنا، تمام؟ فهن شغلتهن يساعدن، أوكي؟ اللي هن مكانهن راح يجي بعد الفاعل. ركز وياي، فعل المساعد يجي بعد الفاعل بشكل عام. أكو شواذ، أكو تفاصيل بالقواعد ممكن، إيه نعم، بس أنت هسه كطالب مدرسة لك تحفظ لي هاي. ركز وياي، رقم ثلاثة جوه useful for adding emphasize. أول شغلة هنا الامفسايز موجود، اللي هو هنا تأكيد. negation اللي هو يساعد بالنفي، يساعد بالتأكيد، ويساعد بالinterrogation أو interrogative اللي هو السؤال. انصحوا لنا، احنا دائما نصيح للطلاب يعرفون question، سو سؤال questioning. فشوف أول واحدة I do like the book أو this book. هنا do جت تأكيدية، هذا الفعل مساعد جت تأكيدي وإلا معنى ما له. اثنين you can't be serious. هنا can't إجا هنا فعل مساعد النفي نبي، ضفنا له not، هنا مختصر أصلها can not. بعد اللي هو الأخيرة هي الثالثة did you see the movie. أنت شفت الفيلم بس بيا طريقة، شفت الفيلم هسه، شفت الفيلم بالماضي، شفت الفيلم قبل سنة. طبعا نانا الديد استخدمنا ديد لأن هو يريد يبين الماضي، إذن هو صحيح ساعد إنه ساعد يسوي سؤال، بس ساعد على حساب الزمن، وبالورقة اللي بعدها راح أوضح لك الشغل. المهم وين خلينا بداية، هو هذا الشغلة أريد ننفي بي، نخلي وراء نوت الفعل المساعد، أريد نسأل بي راح يصير بالبداية، واضح؟ حتى يبدأ السؤال بي يصير كابيتال أول حرف، فهنا interrogation و questioning هنا سؤال. هسه انتهينا، هاي الصفحة الأولى مهمة، هنقول بنسبة 50% ربما تكون استماعية كافية عليك هاي الصفحة، ولكن انتبه لهنا هذه الصفحة، هذا المخطط أكاد أجزم أنه أفضل مخطط أنا شفته كمدرس لغة إنجليزية بهذا التفصيل، يبين لك كل تفاصيل الأفعال المساعدة. فركز وياي، الأفعال المساعدة بشكل عام هذا أول قسم، تتقسم إلى أقسام، إلى parts هنقول primary auxiliaries، هذا عندنا مهم جدا، ورقم اثنين اللي هو model auxiliaries، ورقم ثلاثة semi model auxiliaries. إحنا راح يهمنا بالمضبوط هو رقم واحد، كلش مهم، فانتبه وياي. رقم واحد ينقسم إلى as a main verb، إلى كفعل رئيسي. شوف هنا الأفعال المساعدة تجي مرات كفعل رئيسي، أيام علي، أي أم فعل مساعد، لا جوارة فعل ولا أثر على الفعل، فهو أساسا هو فعل رئيسي. I have a pen هو أيضا فعل رئيسي، إنه هو لديه قلم، تمام، هو لديه قلم، ما فعل رئيسي. ثلاثة I do my homework أيضا هنا فعل رئيسي، أنا سويت واجب لا أقدر أنفيها ولا أقدر أخليها توصل بداية سؤال، ولا أقدر أقول do not homework، ماكو أنا ليس واجب، ما يصير، هذا كفعل رئيسي. مرات تجينا يجي الفعل المساعد، هذا أهم شيء، هي هاي يجي كفعل مساعد، الأفعال primary الأفعال
هنقول المساعدة، هنقول الأساسية أو الابتدائية أو غيرها، إنه هايش تكون هنا الشغل المضبوط وكل هذا الحكي هنا على هاي النقطة اللي هي هاي. شين هي؟ As auxiliary verbs. الأكسيلر فيربز ينقسم هذا هنا الأقسام الرئيسية: verb to be، أفعال to be، am أو is أو are. هذا present بشكل عام، هو مضارع، present مضارع، بس أنا خليت present continuous حتى يوضح شوي للطلاب أكثر إن هو being ذني present continuous. أيضا هنا was و past أو past continuous ذني يستخدم مع الماضي البسيط، والبينج تستخدم مع البريزنت بارتيسيبل، تمام بريزنت بارتيسيبل، والبين يستخدم مع الباست بارتيسيبل. اوكي، هاي بالنسبه فيرب تو بي. فيرب تو دو هاي كلها افعال مساعده اللي جاي اذكرها انا، بس اجي ارجعها للازمنه مالتها بمن تستفاد من عدها حتى تعرف تنفو وتعرف تسال. هذا الشيء الرئيسي يعني. do و does ذن ما المضارع البسيط، ماكو غيرها. والله جاي ادرس، والله ادرس سلسة اعداد، عندهم مشكله بالdo و does. تعالوا لهنا، تمام، انت اب تعال لهنا، انت طالب سادس تعال لهنا، طالب ثاني ابتدائي تعال لهنا، مخلص جامعه وبكالوريوس جاي يدرس المدرسه، درس طلاب تعال هم هنا، افتهم تقسيم الفعل ونقله لهم، اضيف عليه اذا ممكن، عدل عليه او صحح لي اذا اكو بينقص، بس المهم هذا تقسيم يفيدك جدا. فركز وياي هنا، هنا الدو والدز مضارع بسيط، الديد مات ماضي، ما بيه نقاش، انا مجرد ما افتهم هذا الزمن ماضي راح يكون عند الديد الفعل المساعد حتى انفي بي، وهذا راح يفرق بين الوز والوير ايضا هم بالماضي. افعال هاف، هاي رقم ثلاثة، هاي رقم اثنين، هاي رقم واحد، هنا ثلاثة، هاي الهاف والهاز مضارع تام، انا عندي هاف وهاز مضارع تام، يعني اذا انفي اقول هاف انت، اريد اسال اقول هاف يو، هاف وفاعل حطها بالبداية. وأيضا عندي هنا الماضي، الماضي استخدم له هاد، هاد ماضي تام، أنا أيضا بيها أقول هاد أنت، وإذا أسأل بيها خليها البداية. هاي التفاصيل بدون ما أخلي الفيديو إن شاء الله ما يطول. هنا عندي هذا القسم ما سولفنا به، إيه هذا؟ شوفه، مو إحنا قلنا أفعال البرايمري أكسلوريز، هاي الأفعال مرة تجي رئيسي ومرة تجي أفعال مساعدة ومرة تجي، شوف ركزوا يا إيه، هاي فعل مساعد وفعل رئيسي، مرات تجي فعل مساعد وفعل رئيسي بنفس الجملة، ودائما يتوهمون، أكثر شيء شايفان بالسادس إعدادي كلش يتوهمون من يجون الهاد، يجون الجملة يقول بها هاد هاد أو هاف هاد. شوفوا هاي، شوف هالساعين أنا ركزوا يا هنا، شوف هاي، شوف هنا أنا عندي هسه هاي الجملة الأولى، مرات يجي فعل مساعد واحد وفعل رئيسي، ومرات يجي أكثر. شوف I have had an exam، شوف هاي have فعل مساعد، وهذا الثانية فعل رئيسي، قلنا احنا مساعد فعل رئيسي ما يجي، حتى ما تتوهم انت تنفي لي have، واذا ريت تسأل تسأل بهذا، اما هذا الثاني فعل رئيسي، تصرفها حسب الزمن، تخليها، صححها، من يقول لك كراكت هنا يصير حجك. وهاي كلها مواضيع قواعدية تنشرح ان شاء الله بعدين. رقم اثنين، رقم اثنين ايش بيها؟ I have شوف I have فعل مساعد أول، been فعل مساعد ثاني، وstudying اللي هو الفعل الرئيسي، فبيها اثنين أفعال مساعدة. حسب إنه هيش راح يبدي هذا بالمدارس ما يهتمون به، ربما جامعة لربما معلومة للمدرس. ثلاثة I could have been، هذا فعل مساعد أول، فعل مساعد أول، فعل مساعد ثاني، فعل مساعد ثالث، تمام، ثلاث أفعال مساعدة يلا فعل رئيسي. هذه المعلومة، هاي النقطة هنا كلها المعلومة يعني. أربعة I could have been being، أربعة أفعال مساعدة يلا فعل رئيسي، تمام. قلت لكم هاي فقط للمعلومة حتى يكون تقسيم الفعل المساعد عندك واضح. أما لو تجون التقسيم الثاني مات الأكسيلري فيربز، هو هذا التقسيم الثاني، هو هذا اللي قسم الأول، هو هذا قسم الأول اللي هو primary، وهنا الثاني modal auxiliaries. modal auxiliaries الأفعال الأفعال المودل، الأفعال الناقصة السهولة، الأفعال المودل عندك can could may might will would shall should و must،
ذني هذه الأفعال هي أفعال مساعدة حالها حال إز والآر والآم والآخر، ولكن بها فروقات. ذني يجي وراها فعل مجرد، ذني نستخدمها لأغراض أكثر من ذيك الأغراض، وأكو مشتركات مع ذني نقدر نسأل بيهن ونقدر ننفي بيهن، هذا المشترك، وأكو بعض مشتركات. فركز وياي هنا أنا. هنا there are used to express different degree of، هذني واضحا عندنا الpossibility، يوضحا الpossibility اللي هو may، يوضحا الability، يوضحا القدرة، يوضحا الاستطاعة، تمام، يوضحا permission الإذن، تستأذن واحد بيهن أفعال مساعدة تسأل بيهن، خوته مو تستأذن واحد تقول لي الأفعال مساعدة هن نسأل بيهن، وتروح تستخدم الزوار وآم ودو داز وديد وهاب وهاد، ما يصير نانا. هذا أفعال مساعدة اختصاص هذه المواضيع الأغراض اللي هي permission الإذن، obligation الإجبار must، سلطة قانونية أو سلطة الآب أو الآخره، advice أستخدمه للنصيحة، هذا كل الطالب السادس يعرفهن، طالب الثالث والثاني والأول متوسط ذي يعرفهن قسم عنده خاصة advice، suggestion الاقتراح، رابع وخامس وسادس، request طلبات المهذبة موجودة بالثالث، موجودة بالخامس، موجودة بالثالث، موجودة بالسادس، تمام، وموجودة بالرابع أيضا، request طلبات المهذبة، impossibility عدم القدرة، فوق عندنا هنقول قدرة أو استطاعة، هنا أنا راح تكون أنه أني ما أقدر، ما أستطيع، I can't، تمام، أيضا كلهن ذني تعبر عليهن بكان والكود والمي والمايت والول والود والشال والشود والماست. أما التصنيف الثالث اللي هو القسم الثالث اللي هو semi modal auxiliaries، نفس الأكزولري نفس المودل الأفعال الناقصة، ولكن بنسبة محدودة 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 جدا، اللي هي out to، need to، use to. similarly to the modal auxiliaries، هي مشابه للmodal auxiliaries but have a more limited range of meanings، ولكن بمعنى محدود. هذا التقسيم، تقسيم ومخطط الأفعال المساعدة، أفضل مخطط هو هذا، صالح لكل المراحل الدراسية، بل لطالب اللغة الإنجليزية بكل الأقسام وبكل المراحل، وحتى المتعلمين اللي ما مشمولين بالمدرسة أو جامعة، هو يتعلم اللغة الإنجليزية أوكي يفتهم جملتها، حتى لو تريد ترجم أو حتى لو تريد تستمع الأفلام ولا غيرها يفتهم الجملة، فتقسم فتفهم بسيط للجملة خليك إنه تفتهم أنت ذولا شلون جاي يغيروا المعنى بالنفي، على عكس اللغة العربية إحنا ما عندنا أفعال مساعدة باللغة العربية نقدر ننفي بيها أو شيء، هناك عندنا أدوات نفي وأدوات مثلا استفهام وأدوات أدوات أوكي، أما هنا الوضع مختلف جدا أوكي، يكاد يكون إنه ماكو شبه بالنسبة لهذا الموضوع حصرا، أما باقي المواضيع اللي راح تشابه مع اللغة العربية إن شاء الله أوضح لكم ووضحتكم ما يقابله باللغة العربية، بالتوفيق إن شاء الله، عليك أظن جبار.